السلام عليكم ورحمة الله. ده مراجعة على البريزنت بيرفكت، الوحدة الثالثة في منهج أولى ثانوي. البريزنت بيرفكت احنا خدناه في ثالثة إعدادي، والبريزنت بيرفكت بيدل على حاجة حصلت في الماضي زيه زي الباست سيمبل. طب ايه الفرق بين البريزنت بيرفكت والباست سيمبل؟ البريزنت بيرفكت حاجة حصلت في الماضي وليها أثر، انما الباست سيمبل حاجة حصلت في الماضي وخلاص خلصت. يعني عايزة أقول أنا كسرت رجلي، هقولها إزاي؟ انا كسرت رجلي، اقول ايه؟ اي بروك ماي ليج. ماشي، الجمله دي بزمن ايه؟ الجمله دي بزمن الباست سيمبل، والفعل هو في الماضي. طب لو انا كملت بقى واقول ايه؟ ات هارتس مي ناو، يعني هي بتوجعني دلوقتي. لا كده ما بقتش ماضي بسيط. ليه؟ لان ليها افكت. يعني ايه افكت؟ يعني اثر، ليها اثر دلوقتي. مش هقول مش هيقول مش هقول اي بروك، امال اقول ايه؟ هقول اي هاف بروكن، تبقى مضارع ايه؟ هاف بروكن، يبقى اي هاف بروكن ماي ليج ات هارتس مي ناو، يعني انا كسرت رجلي وهي بتؤلمني دلوقتي. اي هاف بروكن ماي ليج ات هارتس مي ناو، انا رجلي اتكسرت وبتؤلمني دلوقتي. ده كده مضارع تاني. ماشي، جملة ثانية. I left the door open، يعني أنا تركت الباب مفتوح. خلاص في الماضي، حاجة حصلت في الماضي كده، خلاص ماضي بسيط. الفعل في الباست سيمبل. لكن لما أجي أقول my father is angry، بابايا متضايق. أنت متضايق دلوقتي على إيه؟ على حاجة حصلت في الماضي. يعني بابا متضايق دلوقتي على حاجة حصلت في الماضي، فخلاص في أثر، في إفكت، مش هينفع لفت. أمال تبقى إيه؟ I have left. خلاص يبقى المضارع التام بيتكون من هاف او هاز، تصريف تالت. انت جيب هاز مع هي وشي وات والمفرد، وطالما حطيت هاف وهاز يبقى عندي تصريف تالت، مش هحط بعديها مصدر. فاي هاف ليفت ذا دور اوبن، ماي فازر از انجري. عرفنا كده الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط كمعنى. كل زمن احنا متعودين ان يكون فيه كي ويردز، الكلمات اللي بتدل على الزمن. يعني انا عندي هنا في المضارع التام اهم كلمتين، عندي كلمة سينس وعندي كلمة فور. بص على كلمة سينس، بيجي بعديها ايه؟ بيجي بعديها بداية الحدث. يعني ايه؟ منذ 2010، منذ اكتوبر، منذ ميلادي، سينس ماي بيرث، او جملة في الماضي البسيط. يبقى يعني معنى كده ان سينس مش هيجي بعديها مضارع تام. لا مش هيجي بعديها مضارع تام، هيجي بعديها ماضي بسيط. سينس اي ونت تو انجلاند، منذ ان ذهبت الى انجلترا. عندي سينس بيجي قبليها هاف وهاز وتصريف تالت، وبعديها حاجة من الحاجات دي، يا إما سنة، يا إما شهر، يا إما يوم، يا إما كلمة ماي بيرس، يا إما جملة في الماضي البسيط. طب بالنسبة لفور، فور بيجي برضه بقى قبليها هاف أو هاز وتصريف تالت، وبعديها مدة محددة. بعرفها منين المدة المحددة؟ حاجة فيها قبليها إيه؟ فور أ مانث أو ثري مانث أو حاجة بتنتهي بس، يا جمع يا مفرد. مدة محددة، شهر أو 3 شهور، يوم أو 3 أيام، ساعة أو 3 ساعات. يبقى لمدة شهر، لمدة 3 شهور. يبقى أول حاجة عندنا سينس وفور. سينس وفور بيجي قبليهم على طول هاف او هاز وتصريف تالت. بيجي بعديهم ايه بقى؟ سينس بيجي بعديها بداية الحدث او جملة في الماضي البسيط، وفور بيجي بعديها مدة محددة. a months 3 months، a day 3 days. ماشي، ان شاء الله تكون الحتة دي اتفهمت. بعد كده في عندنا 3 كلمات حشرية. ايه 3 كلمات الحشرية اللي بقول عليهم؟ just يعني حالا، ونيفر يعني أبدا، ونيفر يعني أبدا، وأوريدي يعني بالفعل. just ونيفر وأوريدي، مالهم دول بقى؟ just ونيفر وأوريدي دول
بيجي قبليهم بيو في النص بين هاف وهاس او هاس، وبعديهم باست بارتيسيبل بس ريف تاني، يبقى هما جايين في النص كده بين هاف او هاس والباست بارتيسيبل. يعني انا عايزه اقول انا لسه دلوقتي كاتب الواجب، هقول ايه؟ I have just written my homework. ماشي، I have just written my homework، لسه حالا كاتب الواجب. خلاص، يبقى have هي جت just جت، هي قبليها have وبعديها تصريف تالت. دول الثلاث كلمات الحشرية. وبعدين عندي بقى كلمة already ممكن تيجي في آخر الجملة، هنقولها دلوقتي. المهم في كلمة بقى yet، دي كلمة متفردة. كلمة yet ليها شروط، ما بتجيش غير مع المضارع التاني المنفي. يعني أقول إيه؟ I haven't، يجي قبليها haven't أو hasn't. haven't أو hasn't بلس بيبي زائد التصريف التاني. اقول I haven't played football yet، انا ما لعبتش كوره لحد دلوقتي. he hasn't studied English yet، لسه ما ذاكرش الانجليزي لحد دلوقتي. بتيجي قبليها جمله منفيه او بتيجي في حاله السؤال. كلمه already كمان ممكن اجيبها في الاخر، بس already دي ممكن اجيبها في الاخر لما يكون في achievement. يعني ايه achievement؟ يعني انجاز او surprise، حاجه مفاجاه. بقول لك ايه؟ You have washed all these dishes already. وانت غسلتي كل الاطباق دي بالفعل؟ ماشي، ففي هنا سربرايز. يعني ايه سربرايز؟ يعني مفاجأة. يو ار اميزنج، ممكن فلان يجيب لي كده كمان يأكد لي كمان فكرتي، يقول لي يو ار اميزنج، انت رائعة. فدي جاية في اخر الجملة، بس جاية في حالة الاتشيفمنت، وما بتجيش في اخر الجملة المنفية، بتيجي في اخر الجملة العادية. يو هاف ووز اول ذيز ديشز اوريدي، يو ار اميزنج. دي بالنسبة لأوريدي لما بتيجي في الآخر. في كلام تاني مثلا زي كلمة كلمات جديدة بقى عندنا، so far معناها إلى الآن. يعني أنا إيه عايزة أقول؟ مثلا أنا شربت 3 كوبايات شاي لحد دلوقتي. I have drunk 3 cups of tea so far. أو في كلمة تانية معناها إلى الآن اسمها up till now. وعايزة أفكركم الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام. الماضي البسيط حاجة حصلت وانتهت، المضارع التام حاجة حصلت وليها أثر. هنبقى بقى نحل مراجعة على المضارع التام. هنا بقى نحل الأسئلة، أسئلة الجرامر منزلة مستر محمد فوزي. جرامر: We haven't seen each other since. هنقف عند since. ناس اول ما تشوف سينس هتروح واخده هاف بين، وانا ما قلتش كده. انا قلت ان سينس هيجي بعديها ماضي بسيط. اني واحده بقى في ظرف الماضي البسيط؟ هي وير. We haven't seen each other، يعني احنا ما شفناش بعض، since we were in her garden، منذ ان كنا في الغردقه. نمبر 2، يبقى هنا خدت وير ليه؟ لان سينس مش بيجي بعديها مضارع تام، سينس بيجي قبليها مضارع تام، اهي هاف وتصريف تالت، لكن بيجي بعديها ماضي بسيط since we were in her garden. I am over the moon، أنا سعيدة جدا. ده دلوقتي حالتي دلوقتي، الإفكت بتاعي دلوقتي. I am middle، أنا أحرزت ميدالية. لو مفيش كلمة I am over the moon كنت خدت I won، ماضي بسيط وخلصت. إنما حاجة حصلت في الماضي وليها تأثير عليا دلوقتي، إن أنا I am over the moon، يبقى I have won. We in حلوان for 5 years only، now we are living in منصورة. حاجة حصلت في الماضي ملهاش تأثير دلوقتي. يعني احنا لو كنا استمرنا عايشين في حلوان كنت قلت خدت ايه؟ we have lived. انما انا دلوقتي عايش في المنصورة، يعني معنى كده ان الجملة معناها ايه؟ ان حاجة حصلت في الماضي وانتهت، يبقى ماضي بسيط. حتى لو في كلمة فور اللي هي بتدل على المضارع التام، بس الجملة دي انتهت لان احنا عايشين دلوقتي في المنصورة، ف
فده حدث حصل في الماضي وانتهت، يبقى we lived. نمبر 4، my uncle a lung disease since he started to smoke. ادي عندي هنا كلمة since، جه بعديها ماضي بسيط، قبليها يبقى مضارع تام. المضارع التام بيتكون من ايه؟ هيبقى او هاز. لو عندي حاجتين هو ينفع مضارع تاني، يا اما هاز هات يا اما هاز بين. هاز بين معناها كان، يعني اقول عمي كان مرض في الرئة ولا كان عنده مرض في الرئة؟ لا كان عنده، يبقى هاز هات. Don't worry، لا تقلق، احنا بالفعل حلينا مشكلة. فين already؟ already هي جاية في النص بين have was وتصريف التالت. We have already solved the problem. Number 6، It's the first time she has ever visited Haidabor. دي أول مرة تزور حديقة حي. This means that، ده معناه إيه؟ She hasn't visited Haidabor yet. عمرها ما زارت هايدا بارك خالص، يت معناها حتى الآن. She has already visited هايدا بارك many times، هي زارت هايدا بارك أوقات كثيرة. She hasn't visited هايدا بارك before، هي ما زارتش هايدا بارك قبل كده، أيوة ما زارتهاش قبل كده ودي أول مرة. She will never visit هايدا بارك again، عمرها ما هتزور هايدا بارك بعد كده. لا طبعا، جملة معناها إن دي أول مرة تزور فيها هايدا بارك، معنى كده إن هي ما زارتهاش قبل كده، يبقى الإجابة رقم C، she hasn't visited Haida Park before. Number 7، my uncle has lived abroad. ادي has lived، وهنا بداية الحدث سنة، لو احنا عايزين نحفظ يبقى سنة، السنة بيجي قبلها سنة. My uncle has lived abroad since 2010. How long ago؟ how long ago بيجي بعديها have او has وتصريف تاني. How long ago، منذ متى؟ ما المدة؟ Has he come back from South Africa؟ has he come back from South Africa؟ I haven't seen Ali the last time. احنا قلنا الجملة اللي في الماضي البسيط دي يجي قبليها ايه؟ يجي قبليها since. Since تيجي في النص، قبليها مضارع تام، بعديها ماضي بسيط. I haven't seen Ali since the last time we met in Alexandria. منذ آخر مرة اتقابلنا في اسكندرية. The new program on Nile News yesterday. في كلمة yesterday خلاص، مفيش أي حاجة مترتبة على حاجة، يبقى ده ماضي بسيط، يبقى هل شاهدت؟ Did you watch? My cousin in Italy 14 years. He enjoys his stay there. يعني ابن عمي عايش في إيطاليا بقاله 10 سنين ومستمتع بزيارة قعده هناك. في هنا فور، يبقى قبليها مضارع تام. إنما لو قال لنا بقى هو كان عايش في إيطاليا 10 سنين ودلوقتي عايش في القاهرة، يبقى حاجة حصلت وانتهت واتخدت لبت. إنما هنا has lived. You can't meet Tamer because he، مش هتقدر تقابل تامر. امتى مش تقدر تقابله؟ امتى؟ دلوقتي. يبقى هو راح فين؟ راح السوبر ماركت. احنا قلنا ذهب معناها has gone، وذهب معناها has been. يعني انا عندي كلمة has gone، has been معناها ذهب، و has gone معناها ذهب. هاخد انهي واحدة؟ الفرق بين has been و has gone ان has been معناها راح مكان ورجع، و has gone معناها راح مكان ولسه مرجعش. فهو بيقول لك انت مش تقدر تقابل تامر لان هو راح السوبر ماركت، معنى كده ان هو راح وما رجعش، يبقى has gone. لو كان راح ورجع كانت تبقى has been. I haven't seen my friends in the village a long time. هنا في ايه فاكرين كلمة ايه؟ يبقى يجي قبليها for، لمدة وقت طويل، for a long time. My Rodi، Mr. Rodi has just arrived. Mr. Rodi لسه واصل. This means that، معناه كده ان هو وصل من ايه؟ لسه واصل حالا، معناه ان هو وصل من لحظة، وصل خلاص مش لسه بيوصل، وصل خلاص من ساعة، من لحظة. He arrived a moment ago. I haven't seen Mr. Smith، ما شفتش Mr. Smith منذ آخر اجتماع، since the last conference. I have been to Italy before. اللي هيجي هنا مش غير never، عشان كلمة before معناها ايه؟ انا ما روحتش ايطاليا قبل كده. I have never been to Italy before. I for Peter for half an hour. He hasn't come yet. يعني انا كده لسه مستني، حاجة حصلت في الماضي ومستمرة، يعني انا قاعد مستني بيتر نص ساعة ولسه مستني، يبقى I have been waiting ده مضارع تام مستمر، ان الحدث مستمر، انا كنت مستني ولسه مستني، مش حاجة، مش كنت مستني وليه الاثر دلوقتي ان انا متضايق، لا ده انا لحد دلوقتي لسه مستني، يعني مش خلص وانا متضايق دلوقتي ان هو حصل كذا، لا انا لحد دلوقتي لسه مستني، يبقى have been waiting. حاتم a taxi driver for 10 years. He hasn't changed his career. لو انا قلت حاتم
اشتغل 10 سنين سواق وهو دلوقتي مثلا شغال مهندس، كنت قلت ايه؟ فوز. انما هو شغال سواق بقاله 10 سنين ولحد دلوقتي ما غيرش، هي هازنت تشينجد هيز كارير، يعني لحد دلوقتي ما غيرش مهنته، يبقى ده مضارع تاني، يبقى هاز بين. طيب ديت طبعا كلمة شت بتيجي مع المضارع التام في الجملة المنفية والمثبتة. يعني ايه مضارع تام؟ يعني هبدأ بإيه؟ بهز. لو أنا اخترت رقم سي دي وقلت هاز ذا ريبورت، طيب ديت يعني هل الريبورت كتب؟ طب هل هو جملة معناها كده هل الريبورت كتب ولا هل الريبورت اتكتب؟ كتب. لا كتب، يبقى في المضارع التام في الباسيف هاز بين وتصريف تالت، يبقى هاز ذا ريبورت بين. طيب ديت هل كتب التقرير بعد؟ نمبر 20. What is still a secret? You needn't worry. ما تقلقش دلوقتي، لأن اللي أنت قلته لو حاجة قلتها وخلصت هتبقى ماضي بسيط، بس ليها أصل إن أنت إيه، مش عايزاك تقلق دلوقتي. ما تقلقش دلوقتي، اللي أنت قلته ما زال سرا. What have you said? What have you said? ما زال سرا. تامر hasn't visited his village since childhood. منذ طفولته. انا كنت قلت وين، وين مش هينفع يجي قبلها مضارع تام، وين ما بيجيش قبلها مضارع تام ابدا، عشان كده ما قلتش وين هي وز تشايلد. لو انا هكمل بوين هي وز تشايلد كنت قلت ايه، تامر didn't visit، تامر ما زارش قريته عندما كان طفل. ان بيجي قبليها مضارع تام هي سينس، وما ينفعش اقول سينس هي از تشايلد، لان انا قلت ان سينس بيجي بعديها ماضي بسيط، ما بيجيش بعديها مضارع، دي از. وبيفور تشايلد هود يعني ما زارش قريته قبل ما يتقابل، قبل طفولته ما فيش حاجه اسمها كده، يبقى منذ طفولته since childhood. نمبر 22. My teacher is angry with me because. دلوقتي المدرس دلوقتي متضايق مني، ليه؟ لان انا عملت حاجه في الماضي، يبقى حاجه حصلت في الماضي وليها اثر دلوقتي. المدرس متضايق دلوقتي مني because I the same mistake twice، لان انا عملت نفس الخطأ مرتين، انا اللي عملت، يبقى I have made. امال ايه I have been made ده؟ انا اتعملت، انا اتعملت نفس الخطأ مرتين ولا انا عملت؟ انا عملت I have been. Has the road been paved؟ هل تم بيف معناها يمهد، هل تم تمهيد الطريق، رصف الطريق؟ Yes it last week. Last week خلاص، هو خلاص انا بسألك وبعدين هتقولي اه ده عملوه خلاص وخلصوا منه الاسبوع اللي فات. Last week دي من كلمات الماضي البسيط، يبقى paved. The death of her husband، منذ موت زوجها، يبقى since. ينفع استخدم so far؟ لا، so far بتيجي في اخر الجملة وبيجي قبلها مضارع تام، اه بس بتيجي في اخر الجملة. لمدة موت جوزها، مفيش حاجة اسمها لمدة موت جوزها، لمدة 10 سنين، لمدة سنة. ينفع when؟ مفيش حاجة اسمها when the death، وان بيجي بعديها جملة، ده جملة كاملة. when he died، يبقى since the death of her husband. he wants to know، هو عايز يعرف. I have been a member بقالي قد ايه، بقالي قد ايه، منذ متى، for how long، يبقى عايز يعرف المدة، يبقى for how long I have been a member in sports club. number 26. my keys I can't open the door، يعني مفاتيحي ضاعت، خلاص مفاتيحي فقدت. بس يبقى اكيد، بس بقى في الماضي، يبقى اقول وير روست. انما هي ليها اثر، هي فقدت اه في الماضي، لكن انا اثرها ايه دلوقتي؟ ان انا مش قادر افتح بيه، يبقى بس في المضارع التاني. my keys haven't been lost. ايه ده have been lost of كده، have been lost. طب ليه ما خدتش has been lost؟ عشان كيس جمع. The famous player says، اللاعب المشهور بيقول، that he has played football as long as he can remember. يعني يبقى the famous player says that he has played football since as long as he can remember. منذ ما يتذكر، يعني طالما، يعني من ساعة ما يتذكر، هو من أول ما بدأ يتذكر، ومن بعد ما بدأ يدرك هو بيلعب كورة، يبقى since as long as he can remember. sorry for being late، آسف إن أنا اتأخرت. sir please let me in، لو سمحت خليني أدخل. I in a very bad traffic، أنا كنت في مواصلات صعبة.
ماشي. هو كان في مواصلات صعبة، كان المواصلات بتاعته صعبة جدا، ووصل متأخر. لو انا لو ما كانش فيه قبليها كل الهيصة دي كنت قلت ايوز، لكن هي كان هو فعلا كان المواصلات كانت صعبة وأثرت ان هو اتأخر وبيعتذر كمان. يبقى I have been in، انا كنت في مواصلات صعبة. My father has worked in this company 5 years ago. بص، هو انا مفيش كلمة ago، بعديها هتكون مدة محددة زي ما انا قلت ان كلمة فور بيجي بعديها مدة محددة، يعني اقول فور 5 years. انما كلمة الاكسبريشنز 5 years ago يعني مدة محددة، وبعديها كلمة ago مش هاخد فور، هاخد since. يبقى my father has worked in this company since 5 years ago. I haven't met my colleague the last conference، يعني انا ما قابلتش اصدقائي colleagues يعني اصدقائي منذ آخر اجتماع. يبقى sense. My mom to the shops. Let's see what she has bought. مامتي راحت المحلات، يلا نشوف هي جابت ايه. يبقى معنى كده ان هي طالما يلا نشوف، let's see يلا نشوف اللي هي جابته، يبقى معنى كده ان هي راحت وجت. احنا قلنا يعني ايه راح ورجع؟ has been. انما راحت ولسه ما رجعتش، has gone. يبقى الإجابة ايه؟ has been. I enjoyed the film as I saw، as هنا معناها because. I saw many places I have never I have never been to. عمري ما رحتها قبل كده. I don't think the food yet. لا أعتقد إن الطعام طبخ بعد. Has been cooked. طب أنا ليه ما حطيتش hasn't؟ ما في don't، مش هيجي نفهم في الجملة. آية English for 4 years and she read David Copperfield then. يعني آية اتعلمت إنجليزي لمدة خمس لمدة خم... لمدة سنوات طويلة، وقرأت بعد كده قصة ديفيد كوبرفيلد. يبقى استادد، هاز استادد، هاز استادد. Have you done the homework? Not yet. ليس بعد. Not yet the expression. أنا عملت الواجب، ليس بعد. Not yet. I haven't gone to the zoo since I a child. منذ أن كنت طفل، بقى في الماضي، since I was a child. محدش يقول لي ان سنس هيجي بعديها هاف وتصريف تالت. سنس مش بيجي بعديها هاف وتصريف تالت، سنس بيجي قبليها هاف وتصريف تالت وبعديها ماضي بسيط. It's the first time expression، ده is the first time، اول مره اشوفه في حياتي. I have ever seen، ناخد الاكسبريشن ده، It's the first time I have ever seen the temple of Fela. دي اول مره في حياتي اشوف معبد فيلا. Why are you late سامي؟ هو انت ليه متاخر يا سامي؟ Sorry I to the library. آسف أنا روحت المكتبة، أنا ذهبت إلى المكتبة. يبقى أنا كنت في المكتبة، وإيه الحاجة اللي ترتبت عليها أنا اتأخرت؟ يبقى I have been. نمبر 39، هدى الأقصر for 8 years، she still lives there. طالما لسه عايشة هناك يبقى has lived. إنما لو هي دلوقتي عايشة خلاص، عايشة في حتة تانية غير الأقصر، كنت قلت lived بس، حتى لو في كلمة for، بس حاجة حصلت وانتهت. إنما هي لسه عايشة هناك يبقى has lived. My uncle is a taxi driver 14 years. عمي اشتغل تاكسي درايفر لمدة 10 سنوات. Now he is a worker in a big clothes factory. دلوقتي هو عامل في محل كبير. يبقى خلاص هو اشتغل تاكسي درايفر، وهو دلوقتي شغال حاجة تانية، يبقى حاجة حصلت في الماضي وانتهت يبقى وركت. انما لو هو لسه ما زال تاكسي درايفر كنت قلت هاز وركت. بكتيريا فروم ذا كانال ذا ديزيز سينس لاست ويك، في هنا سينس بعديها ماضي يبقى قبليها مضارع تام، هاف كوست. بكتيريا دي جمع، مش هقول عليها هاز، هي كلمة بكتيريا جمع. haven't you got ready، هل انت هو انت ما هو انت لسه لحد دلوقتي مستعدتش؟ yet haven't you got ready yet. قلنا كلمة already ما بنجيبهاش في آخر الجملة غير لما يكون في achievement، إنجاز أو surprise. Everything is going well، كل حاجة ماشية كويس. We any problem so far، كلمة so far لما بتيجي في الآخر من كلمات المضارع التام. We haven't had any problem so far.
nobody my paintings before، مفيش حد قبل كده paintings have ever bought. nobody غلط، مش have، ليه؟ لأن nobody و somebody والحاجات دي كلها بتعامل معاملة المفرد، يبقى has ever. مش هينفع استخدم has never عشان no، مش هيجي نفيان، يبقى has ever bought. خليني افكركم ان كلمة I have never هي بتساوي كلمة I haven't ever. In the last 2 years I my lessons in the last 2 hours، خلال الساعتين اللي فاتوا، last في الماضي يبقى I revised، ماضي بسيط بس. I haven't met the minister it's the first time to meet him، معنى كده ان انا ما قابلتش الوزير قبل كده، ودي اول وقت اول مرة اقابله، يبقى before. منال hasn't phoned us the summer holiday، يعني منال ما اتصلتش بينا منذ اجازة الصيف since. اوه اي ذا بس هاو كان اي جو تو ذا يونيفرستي، انا فقدت الاتوبيس ودلوقتي مش عارف يروح الجامعه، يبقى حاجه حصلت في الماضي وليها اثر. اي هاف ميزد. as soon as هانا هير ماذر شي ويل، فاكرين as soon as اللي المفروض يجي بعديها هاد وتصريف ثالث وبعديها هنا ماضي، قلت لكم لما يجي بعديها الناحيه الثانيه ويل والمصدر يبقى هيجي بعديها مضارع، واي مضارع، كنا الاول بنقول مضارع بسيط بس، دلوقتي ممكن مضارع تام، مضارع مستمر. يبقى as soon as هانا has met her mother she will ask her for permission، يبقى المفروض ان has soon as دي المفروض اصلا يجي بعديها had met، بس بدل will ask تبقى asked، ماشي؟ فهنا ايه؟ في لا في هنا الناحية التانية will والمصدر، يبقى as soon as كأنها قاعدة if هيجي بعديها مضارع بسيط، يبقى has met. I have passed this test، ده إنجاز، أنا عديت الامتحان ده بالفعل already. The government، ينفع أقول يت؟ لأ، ما يت لازم تيجي في الجملة المنفية. The government a lot of villages recently، كلمة recently برضه من كلمات المضارع التام، يبقى has modernized. modernized يعني حدثت. He has lost went on holiday he was still a boy، يعني ده جملة في الماضي عمري ما أجيب بعديها since. لو هنا لو since بيجي قبلها مضارع تام مش ماضي، وانت دي ماضي، لو كان مثلا has gone كنت قلت هنا since، لما دي جملة في الماضي عمرها ما بيجي بعديها since، امال يجي بعديها ايه؟ when. يبقى he lost went on holiday اخر مرة راح اجازة، when he was still a boy عندما كان لا يزال طفل. never my cousin علي since his graduation، لما اجيب never في الاول بعمل حاجة اسمها inversion. يعني ايه inversion؟ يعني بجيب الفعل المساعد وبعدين الفعل، يعني اقول ايه؟ never have I seen، مش الجملة أصلا كانت المفروض I have never seen، ما شفتهوش منذ تخرجنا graduation، يعني تخرجنا المفروض I have never seen. فأنا عملت إيه؟ رحت لأ رحت مطلعة never في الأول، طالما طلعت never في الأول بعمل حاجة اسمها مقص كأنها سؤال، never have I seen. he has gone to London، هو راح لندن، this means that he there، has gone معناه إن هو راح ومرجعش، يبقى he is still there. I really find it difficult to move a lot or visit friend، أنا واجد من الصعوبة إن أنا أتحرك كتير أو أزور أصدقائي، as I my leg، لأنني كسرت رجلي. لو أنا كسرت رجلي بس يبقى إيه؟ يبقى بروك، مفيش بروك ليه؟ لا يعني في أثر في effect، يبقى I have broken. I haven't seen my uncle since، احنا قلنا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع، لان الكلمه اللي في اخرها اس او قبلها ايه بيجي قبلها فور، ماشي دي بقى هي في اخرها اس بس بعديها اجو، دي تنفع 3 weeks ago، لان لو كانت 3 weeks بس كنت قلت فور، انما 3 weeks ago هاخد 6. سارة has lost her passport again، سارة فقدت ضيعت الباسبور بتاعها تاني، it is the second time this، لتاني مرة ده يحصل، يبقى this happened. my father for 5 hours every day last week، خلاص حاجة كان متعود ان هو يشتغل 5 ساعات بس امتى؟ الاسبوع اللي فات، خلاص ما بقاش يعمل كده، يبقى ماضي، يبقى worked. you can see علي now because، انت دلوقتي تقدر تشوف علي لان هو لسه واصل حالا، لسه واصل، يبقى has just arrived. ينفع اقول already arrived بس كده؟ لا، ما لازم نيجي قبليه have او has.
ينفع اقولها زيت قريب؟ ده هي هيت ما بتجيش هنا خالص، هي بتيجي في الاخر مع جمله نفسيه. جاست قريب ما ينفعش، لازم يجي قبليها هاف او هيز. رضوى doesn't know what flying is like. رضوى ما تعرفش الطيران. She عمرها ما طارت قبل كده. She has never flown. باريس is a wonderful city. I know it three times, many times. أنا رحت هناك 3 مرات. أنا رحت هناك 3 مرات. ماشي، مفيش حاجة اسمها كلمة زير ما بيجيش قبليها تو. ماشي، فهي كده منتهية، يا إما have been there يا إما I have gone there. أنا رحت هناك 3 مرات. ماشي، يبقى انا رحت هناك 3 مرات، يعني رحت ورحت ورجعت، يبقى I have been there 3 مرات. I have been there many times. My friend hasn't found a job since منذ تخرجه، since his graduation. Finally, my mother how to use the internet. Now she can send emails. أخيرا my mother مامتي اتعلمت ازاي تستخدم الانترنت، وممكن دلوقتي تبعت ايميلات. بقت اتعلمت في الماضي وليها اثر دلوقتي ان هي بتعرف تبعت ايميلات. يبقى هذا الانترنت. ان شاء الله نكون استفدنا باذن الله من مراجعه الجرامر بتاع الوحده الثالثه مضارع التام.